كلنا سمعنا مقولة أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا أهل العراق مو يا أهل الشقاق والنفاق. هل يوجد أحد لم يسمع هذا؟ جيد، معلومة جدا بسيطة، هذه الرواية أو هذا الحديث الذي رواه الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان، يعني لا يوجد غيره روى هذه الرواية. زين، عندما رواها الشيخ الطوسي جعلها من المرسلات ولم يبين من أين مصدرها. يجب أن نلتفت إلى هذا الأمر بشكل معمق، لأن لا زال من خارج المذهب وبعض الذين لا يرضون على المذهب يصدعون رؤوسنا بماذا؟ أهل العراق أهل الشقاق والنفاق. والواقع أن هكذا نقول بالموازنة الموضوعية بالبعد العلمي، هل تقبل هذه الرواية بهذا الاتجاه؟ مرسلة والرأي واحد، ولم يعني يبين أطراف الأطراف التي رويتها من خلالهم هذه السلسلة حتى تصل إلى الشيخ الطوسي. بالنقيض منها، نقيض ذلك، نرى أن هذه الرواية قد خرجت من فم الحجاج، هذا القاتل الدموي. يعني هذا عندما تصدر الرواية منه مع تأكيد السند بأنها قد صدرت من أين؟ من الحجاج، لها بعد آخر. هذه رواها في الجاحظ في البيان والتبيين، وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية، يعني أسندوها وأسنادها وتسلسلها كامل. ماذا قال الحجاج؟ الحجاج تعرفون أنا الحجاج بن يوسف الثقفي، القاتل الشارب الدماء، قاتل سعيد بن جبير. ماذا يقول حسب الأسانيد التاريخية في البيان والتبيين والبداية والنهاية؟ نفس الكلام يورد عن الحجاج. ماذا قال الحجاج؟ يا أهل العراق يا أهل الشقاقي، أنا أقرأها نصا حتى لا يعني يصير، يا أهل الشقاقي والنفاق. شوف، يا أهل الشقاقي والنفاق في الرواية وكلت إلى كأنما القائل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الآن لا، يا أهل الشقاقي والنفاق ومساوئ الأخلاق، أما والله لألوحنكم لحو العصا ولأعصبنكم عصب السلم وليضربنكم ضرب غرائب الإبل. وفي خطبة أخرى أيضا للحجاج: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، إن الشيطان استبطنكم. زين، فقط الحجاج يذم أهل العراق؟ لا. ينقل أيضا عن معاوية قوله للوليد بن جابر الطائي، ماذا قال له؟ وإنك الظاهر يعني الوليد بن جابر الطائي هدد لمعاوية، يعني سمع بعض الخشونة، وكأنما في يعني هكذا هدده بعشيرته طي. وإنك، معاوية يقول للوليد: وإنك لتهددني يا أخا طي بأوباش العراق أهل النفاق ومعدن الشقاق. ماذا تتخيل أو ماذا ينتقل ذهنك عندما تسمع مثل هذا الكلام من أعداء الشيعة أعداء العراق يتكلموا بهذا الكلام؟ يعني كم كان أهل العراق يشكلون خطرا وحاجزا منيعا قبال هؤلاء الظلمة، بحيث هؤلاء الظلمة يصفونهم بهذه الصفات. يعني هناك تأثير، ولا لو كان يعني أهل العراق ساذجين وبسطاء وغير محاربين وغير مخلصين لأمير المؤمنين لما كان هذا العداء واضحا على لساني ألد أعدائهم. واضح الفكرة؟ لو يعني هذا الذم لم يخرج من فم أمير المؤمنين بحسب هذه الرواية المرسلة، لكن الذم خرج من أين؟ من أعداء أهل البيت، من أعداء شيعة علي بن أبي طالب. وهذا في غاية الفخر، لأن دائما الحق، من الذي يحارب الحق؟ جهة الباطل. وكفى بهذا دليلا على ماذا؟
حقيقتنا، أحقية وصدق طريق التشيع والولاء لأهل البيت. أنا أؤكد، انتبهوا على كلمة التشيع، ليس كل من قال أنا شيعي هو واقعا شيعي،